مرحبا سيدي. لدي لقد قمت بقطع الحدود من أوكرانيا وأتيت من كييف هنا، وأسرتي ما زالت في أوكرانيا في كييف، وتركتهم هناك. ورأيت سيدة هناك، سيدة تركناها هناك من فريق عملنا، وهذه السيدة كانت خائفة جدا، كانت خائفة جدا من وجود الجنود. لقد رأينا التدمير الكام، التدمير التام، لكن المواطنين الأوكرانيين خائفون جدا من الطائرات والقصف بالطائرات. نسألكم أن تساعدونا من أجل فرض منطقة حظر طيران، وأن تساعدونا أيضا عسكريا بالمجال الجوي. هل ما تستطيعون فقط القيام به هو فقط المراقبة عن بعد؟ هل تريدون فقط أن ترون المواطنين الأوكرانيين يتم قصفهم وتنتظرون؟ يجب أن يكون للناتو مناطق حظر طيران، وأيضا يجب أن يقوم بالمزيد من الإجراءات العسكرية. يجب عليهم أيضا إغلاق الحدود. لماذا لم يتم أيضا إغلاق الحدود أمام هذه القوات العسكرية؟ رأينا هذه القوات تعبر الحدود بكل سهولة. بريطانيا وعدت بحمايتنا، والدول الأجنبية أرادت حمايتنا. لماذا لا تأتون إلى كييف من أجل الدفاع عنا؟ لماذا لا يأتي الناتو من أجل تقديم المساعدة العسكرية الجادة؟ إن الأطفال الأوكرانيين هم من يتلقون الضربات، إنهم هم الذين يعانون. أطفالكم هنا ينعمون بالأمن، أطفالكم هنا مستقرون، وأطفال أيضا بوتين موجودين في دول أخرى، وأطفال الروس في دول أخرى، لكن أطفالنا هم من يعانون فقط. لقد رأينا الكثير من أفراد طاقمي الذين أتوا إلى هنا كانوا يعانون. هذا ما يحدث في أوكرانيا. شكرا لك لسؤالك أيضا، وشكرا لك لطرح هذا السؤال هنا، وأنا فخور أنك وصلت إلى هنا. وأود أن أقول أننا نحن واعون لما يحدث في أوكرانيا، ولكن لا يوجد بوسعنا، يجب أن أقول هناك، لا يوجد شيء أكثر نستطيع أن نقدمه على الأرض أكثر مما قدمناه. وأيضا تحدثنا مع الرئيس زيلينسكي عدة مرات في هذا المجال، لكن تقديم السلاح وتقديم العمل العسكري والقيام بأعمال عسكرية، هذا سيؤدي إلى قيامنا بمواجهات مباشرة مع روسيا، وهذا لا نستطيع أن نقوم به في الوقت الراهن، وسوف يكون له عواقب وخيمة وعواقب لا يمكن السيطرة عليها. ما نقوم به نحن الآن سنستمر به، وهو تقديم المزيد من المساعدات للأوكرانيين. أنتم تعرفون أن بريطانيا كانت أول الدول الأوروبية التي قدمت المساعدات والمعدات لأوكرانيا، وهذا ما سوف نحرص عليه أيضا لتقديم المزيد من الدعم لزيلينسكي. يجب أن أقول هنا أن بوتين الآن في وضع لا يحسد عليه، وهو في طريقه نحو الهزيمة، ويجب أن أقول أنه بقي وحيدا في ساحة الحرب. هي فقط هناك مرحلة معاناة تمر بها الشعوب، وهذا المسؤول عنه بوتين، هو الذي اتخذ القرار بالقيام بهذه الأعمال العدائية وبدون مبرر. وأعتقد أننا كنا نعرف أننا سنأتي إلى هذه المرحلة وسنصل إلى هذا الوقت الذي نرى فيه المعاناة ونرى
معاناة الأسر والعائلات، لكننا نقدم ما بوسعنا من أجل إخراج المدنيين وتأمين المساكن لهم، وأيضا إيصالهم إلى بريطانيا من أجل الإقامة هنا في وقت الحرب. ولكن بريطانيا، المملكة المتحدة، لا تستطيع أن تصلح الوضع الراهن الآن بعمليات عسكرية. هذا ليس خيار. هناك أيضا أقول أن هناك كثير من الأسئلة التي تطرح الآن التي تطرح حول سلامة أوروبا وأمنها، وهذا أيضا ما كنا نناقشه مع الرئيس زيلينسكي، وكنا نوضحه له سابقا. وهناك الكثير من الطرق التي يجب أن نتحدث نناقشها حول سلامة الدول الأوروبية وأمنها. إذا كان بوتين قادرا على مهاجمة أوكرانيا وهي دولة آمنة ومستقرة، فإن بإمكانه أيضا القيام بعدوان ضد أي دولة أخرى خاصة من الدول الأوروبية. لذا نحن حريصون على القيام بتلك الإجراءات ضده وحزمة العقوبات، والقيام بإجراءات مع حلفائنا في بحر البلطيق وغيره من الدول المجاورة من أجل الحد من تقدمه ومن أجل ردعه. أيضا هنا يجب علينا تقوية الدول الغربية وتقوية أوكرانيا وأجل العودة إلى الاتحاد. وبالعودة لسؤالك الأول، لماذا لم نقدم الدعم العسكري المباشر؟ جميع هذه الأسباب التي قدمتها هي السبب أننا لم نقوم بدعم عسكري مباشر، لأن الوضع سوف يكون مأساويا. نحن نعرف أن الأوكرانيين يعانون، وأيضا نرى معاناتهم، لكن يجب أن يكون هناك حساب للإجراءات والعواقب. أيضا نحن متعاطفون ونحن مساندون للشعب الأوكراني، ولن نتوقف عن هذا الدعم، ولن نرتاح إلا أن يعود الاستقرار لبلادكم، وحتى وإلى أن يتم دحر بوتين ووقفه عند حده. جميع المجتمع الدولي يعمل من أجل أن تعيش أسركم بأمان واستقرار. أعرف أن ذلك سيأخذ كثيرا من الوقت، وأعرف أن هناك المعاناة للمواطنين، لكننا يجب أن نستمر بخطواتنا. شكرا لحضوركم هنا معنا اليوم. Okay, folks.